هناك من يتهم عمر الشرقاوي بأنه يبني خطابه السياسي على خطاب تحريضي يبث يعني العنصرية بين الساكنة، هل هذه اتهامات صحيحة وما هو وجهة نظر ديالكم بخصوصها؟ فعلا هذه الاتهامات غير صحيحة، والدليل على هذا أننا بدينا كنشتغلوا قبل ما يوقع هذه الأحداث ديال الداخلة لا الأولى ولا الثانية، كنشتغلوا غير حنا بدينا كنشتغلوا من داخل الحي اللي حنا كنشتغلوا بحكم ضعف الإمكانيات اللي عندنا، ما عندناش قوة، ما عندناش سما في يدنا السلطة، كنشتغلوا العكس الطرف الآخر اللي هما كنحسبهم خصوم ديالنا، هما اللي استثمروا هذا الشيء باش 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 يهرسوا شخص عمر الشرقاوي بالمشروع ديالو والمشروع ديالنا حنا كساكنة. انا بغيت دليل ملموس على شي شخص يقول انني بنيت الحملة ديالي على 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 عرق ولا القبلية ولا على العنصرية ولا، بالعكس انا اول واحد بادر بمبادرة ديال الصح اللي كانت من بعد الاحداث الاولى ديال المهرجان ديال الداخلة، وتنبأت بهذه الاحداث هذه، كانوا بحضور مجموعة من ممثلين ديال الاحزاب، حزب الاستقلال خصوصا، كان السيد حمدي ود الرشيد كان شامل العيون، السيد ملعينين، وبعد شخصيات ديال المنطقه، وكنا جالسين، قلت لهم ودي بغينا حنا واحد الصلح عميق، وهذا الصلح باش يكون صلح عميق خصنا نشركوا الاطراف اللي معنيه اللي هي الشباب باش يمكن نزيدوا لقدام، الا جينا غير يكون واحد الصلح ديال سطحي بروتوكول وصافي، كاين جوج القبائل ولا جوج الفئات اللي كان بيناتهم صراع، راهم جاوا راهم صالحوا، اللي منتظروا بان من بعد واحد 15 يوم ولا شهر غادي يكون رد ديال الطرف الاخر، وغادي بالعكس غادي تزيد تصحاب اننا نلقاو الحل. انا من ضمن الناس اللي جرى، وانا من ضمن الناس اللي كانوا دخلوا الشباب ديال حي الوكاله كامل، بحكم ان علاقه ديالي معاهم علاقه طيبه، انا اللي كنت قنعتهم باش يدخلوا، والحمد لله يعني الامور كانت مزيانه، ولكن للاسف السؤال اللي هو مطروح ما عرفناش حنا شكون هي الجهه اللي من وراء هذا الشيء. نقدروا نقول انا كنحرض، ولكن شكون هي الجهه اللي هي غتكون رابحة في هاد الأحداث هادي؟ احنا ضد هاد الشيء، وحاليا باقي كنتسائلوا، كان فراغ أمني، ما كانش خطأ، ما كانش تحريض ديال عمر الشرقاوي ولا ديال الطرف الآخر. للأسف السؤال اللي مطروح فين هو الأمن؟ أنا غنحرض، ما يمكنش نحرض أنا ساكنة على قدا نخرجها، ما يمكنش، ما عنديش أنا القدرة أنني نخرج ساكنة على قدا فيها فئات كثيرة، ما نقولش يومين هذا باقي ما عرفناش دابا احنا شكون هو، شكون هو السؤال مطروح المسؤول عن أهل الداخلة. هذا السؤال انا وجهته شخصيا لوزير الداخليه، من تلقى كان عندنا واحد اللقاء مع وزير الداخليه من بعد الاحداث، ووجهت اصابع الاتهام السيد الوالي جاد ود المقوله شخصيا في وجهه، قلت له كان فراغ امني، انا نعرفوا شكون هو اللي مسؤول عن الامن في الداخله، علاش العسكر والبوليس والمخازنيه كلشي واقف داير الماتريال ديالو بالكاسك ديالو الكاميونات القوات جميع انواعها كاينه حاضره وكيتفرجوا. هذا هو هذا هو السؤال اللي مطروح، يعني ما غاديش نقدروا نقولوا شخص عمر الشرقاوي هو اللي من وراء الاحداث او لا هو اللي غير ربح من الاحداث، بالعكس حنا الاحداث الساكنه ديال جدول الدار بكويره كلها خاسره منها، لان الداخله كانت من احسن الجهات في المملكه بالامن والاستقرار، يعني لدرجه اننا حنا الغيره ديالنا على الداخله اكثر من مسقط الراس ديالنا اللي هو مراكش. ما يمكنش حنا غنجو وغادي نزرعوا هذه الفتنه، هذه الفتنه اشد من القتل. الخصوم ديالنا ما قدروش يواجهونا ميدانيا بالاشتغال من تقصد بالخصوم بالضبط؟ يعني المنتخبين، نتكلم على المنتخبين اللي هو الخصم اللي عندنا، هو اللي كيروج هذه الاكاذيب وهذه الاشاعات باش يهرسنا حنا. هذوك الناس ما قدروش يهبطوا الميدان ويشتغلوا مع الناس، حنا هبطنا الميدان واشتغلنا مع الناس بضعف الامكانيات، نقدروا نقولوا ما حققنا لهاد الناس والو، ولكن بنا لهم لاننا في المستوى ديال التمثيل ديالهم الا كانت في يدنا السلطه اشتغلنا على مجموعه من الملفات، وكان حاليا الحمد لله انا الوحيد اللي في الساحه مع الساكنه كنشتغل، فين هما هاد المنتخبين؟ ما هو الاطار الذي تشتغل فيه الان؟ انا هل لازلت لا حاليا انا ما عنديش حزب، ما كنفكرش انني نتحزب حاليا، انا كنشتغل كشخص بحكم علاقتي مع الساكنه، ومن موقعي كعضو في مركز حقوق الناس كنشتغلوا على على ما هو كل ما هو اجتماعي فقط. الان يعني لا بالنسبه للساكنه المحليه، هناك يعني بعض الجهات التي لديها توجهات سياسيه معينه ولا تخفيها، ونقصد يعني الناس اللي عندها توجه انفصالي، ولكن هناك ايضا حركه جنينيه داخل ابناء حي الوكاله، هناك حركه جنينيه استئصاليه،
يعني مجموعة من الشباب ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لديهم أغاني تحرض على العنف وعلى العنصرية. من هي الجهة التي تقف وراء يعني بث هذا النوع من يعني من الحقد بين الساكنة؟ الناس ديال الصحراء اللي متبنين الفكر الانفصالي راه التوجه ديالهم باين ومعروفين لدى السلطات. ما هي الرسالة اللي تود يعني اللي توجهها انت بالنسبة للشباب في هذا بالنسبة تقدر تكون بالصدفة يعني لإخوان اللي كيشتغلوا على شبكة الانترنت واللي كيبثوا مجموعة ديال الأغاني وديال الفيديوهات اللي هي كتمس كنقولوا حنا السلم ديال الاجتماعي وعلى التحريض. وهادي انا كانت عندي واحد البادره والبارح ريحت معاهم قلت لهم شجعتهم انهم يشوفوا هذاك الاتجاه انهم يطرحوا مشاكل ديال الناس ولكن بلا ما يقيسوا حتى شي طرف. اعطيتهم بعض النصائح وبعض الكلمات اللي هي اللي كتخلق الخلل اللي ماشي في المستوى ديال ان الانسان يتصنت ليها. وهادي قلت لهم اشتغلوا انتم، حاولوا تمرروا الرساله ديالكم ولكن بطريقه غير عنيفه والاشخاص معينين. الرساله ديالكم انتم ماشي غادي تقراها الساكنه كامله طريقه باش كيشتغلوا هما فقط يعني للتعريف. هذا واحد مجموعه ديال الاطفال يعني مازال ما تجاوزوا حتى السن ديال الرشد يعني داخله في الصراع. احنا تفاجئنا في الداخل نيوز بان هناك البعض منهم كانوا اصدقاء لاحمد بابا الذي توفي في الاحداث، كانوا اصدقاء مقربين لديهم صور يعني معاه كذا. اذا يعني هل يعني واش احنا بغينا نعرف هذه ظاهره اجتماعيه؟ ظاهره اجتماعيه يعني غير مقبوله. غير مقبولة بأساسها وهي ظاهرة نفسية أكثر منها يعني خاصة الظاهرة خاصة تحتاج من يعني دراسة يعني دراسة اجتماعية نفسانية يعني شوفوا هذا المشكل ماشي. المشكل اللي كاين مشكل أكبر مما كنتصوروا حنا إذا جينا ننظروا له من زوايا أخرى، لأن هذا الاحتقان اللي كاين غادي كيتوسع بزاف ديال الناس كتزيد كان الناس اللي كانت لا علاقة لها بالمجال السياسي ولا بهذه المجالات مع هذه الأحداث اللي تكررت في الداخلة خلات الناس شي حقد على شي بدون سبب لدرجة أننا احنا عندنا أصدقاء ديالنا نص حلاويين كتلقى معاه كتحشم منه وكيحشم منك علاش أنت أصلا ما هو ما داير والو وأنت ما داير والو ولكن أنتم بجوج ضحايا. يعني اللي بغينا نوصل واحد الرسالة بأن كاع الأطراف كلها ضحايا، حتى شي طرف ما يحسب بأنه هو راه في موقف قوة ولا في موقف ضعف ولا بأنه هو انتصر ولا انهزم، كلنا ضحايا. احنا كاين صراع وكاين مشكل قائم في الصحراء اللي احنا اصلا لا علاقة لنا به وما عندناش دراية به وما مأهلينش حتى اننا نناقشوه. احنا السياسة اللي بغينا نمارسو في حدود الاشتغال داخل جهة في الامور اللي كتعنينا احنا كساكنة في حدود تسيير الشأن المحلي. السياسة الكبرى والمصالح الكبيرة والملف ديال الصحراء بصفة عامة كاينين الناس معنيين به وهما اللي كيناقشوه وعندهم دراية في هذاك الملف. ما يمكنش ان احنا غادي نجيو نتطفلوا على هذاك الملف ونتكلموا فيه بصفة عامة. كنحنا كنحترموا وجهة النظر ديال اي شخص لهذا الملف من الطرفين. بيان سور كاين فئات اللي هي عندها غيرة وهذه براها هي اللي كتدفعها انها تنوض كتناضل واخا ما عرفتش علاش كتناضل. وكاين اطراف اخرى حتى هي عندها غيرة بطريقة اخرى وكتنوض كتناضل وتقدر تكون حتى هي ما عرفتش علاش كتناضل وحتى هي كاينة جهات خافية من وراها اللي دافعاها. يعني احنا ما مأهلينش اننا نناقشوا في هذا الموضوع. هذا اللي كيهمنا احنا هو شنو غنربحوا احنا كساكنه. احنا المفروض اننا نعيشوا احنا ساكنين في واحد الجهه، الحمد لله هذه الجهه من احسن الجهات كيف ما قلنا في داخل المملكه، فيها الاستقرار الامن لدرجه ان راه كيف ما كنشوفوا الناس كتسير كي 24 ساعه 24 ساعه ما كاينش اللي كيهضر معاها. هذا هو اللي بغينا يرجع لهذ الجهه اللي عزيزه علينا بزاف. وفي نفس الوقت كنقلبوا على اطر وناس في المستوى اللي تسير الشأن المحلي. احنا ما عندناش عداء مع شي شخص معين كشخص، كنحترموا غير الاشخاص كاشخاص ولكن كمسؤولين راهم دون مستوى. عطيناهم فرصه ديال واحد الحكم واحد 20 سنه اللي هنا في الداخله، برهنوا لنا بانهم دون مستوى ما عطاوش شي حاجه لهذ الجهه مع العلم بان هذه الجهه فيها مجموعه من الثروات اللي كتستنزف. دابا ما عرفناش يعني الناس اللي كيعرفوا الداخله خارجيا يعني الثروات اللي فيها ملي كيجي يشوفوا الداخله كيتصدموا. غير داخل المغرب ما نهضروش على برا، داخله الحمد لله عندها من الامكانيات باش تكون من احسن الجهات في المملكه. واللي ايجابي في الداخله ان واحد المدينه يعني صغيره ممكن انها تخدم، مش كل يخدمها ابنائها. ان واحد الرساله اللي كنبغي نوصل للاخوان ديالنا كيف ما بغى يكون الانتماء ديالهم السياسي او العرقي، حنا الهم ديالنا واحد
مزيان ان تكون منافسه سياسيه. انا بالعكس انا عجبني هذه المبادره اللي كان عند هاد الشباب اللي مشاو حضروا مع المؤتمر ديال حزب الاصل والمعاصره، ويعني وحتى هما بغاو يمارسوا السياسه. هذا شيء ايجابي يعني زوين. بالعكس راه المنافسه هي اللي كتعطينا المنتوج. اذا ما كانش المنافسه راه ما يمكن والو. انا ما يمكنش نشتغل الا ما كانش عندي منافسه، وحتى الخصوم ديالنا ما يمكنش نوضوهم يشتغلوا الا ما كانش عندهم منافسه. والدليل على هذا راه كاين واحد الحراك دابا، وكان ما كانش الوجود ديالنا حنا في الساحه ما كانش غيكون هذا الحراك. عرفت الظروف فاش كدوز الانتخابات يعني كيكون